الشكل بتاع النادي الاهلي او بعد انتهاء بطوله ودخول بطوله الاستراتيجيه نفسها بتتغير، طريقه اللعب. انت بطوله عربيه كوره مختلفه، تخش مع فريق مصري في الدوري المصري بيبقى الوضع على مدار طويل او على مدى طويل من خلال طبعا زي ما بقول الروح اللي عنده، روح البطوله وحته طول المسابقه نفسها بتبقى طريقه اللعب مختلفه وتجميع النقاط. بطوله كاس مصر بتبقى اللي بيكسب هو اللي بيكمل، اللي بيخسر بيطلع بره. النهارده وصلت للنقطه دي مع فريق قوي، فريق زي سموحه، تشوفها ازاي؟ ولو عندك تعليق على البطوله العربيه واحداثها. لا البطوله العربيه ما فيش شك، احنا قلنا قبل كده واحنا قاعدين في المكان ده قلنا اللي فيها هنقابل في البطوله العربيه مدارس مختلفه، وفعلا اتفرجنا على مدارس مختلفه سواء في الاداره، في الفن، في الفنيات، في حاجات كتير جدا قابلتنا في الاداره وفي الفنيات. فكل ده وبنتكلم، مشكله احنا عندنا النادي الاهلي احنا مش متعودين نخرج من بطوله، مش متعودين نخسر مباراه، وما بنخسر مباراه وبنتعادل او حتى واحنا بنلعب بتبقى في حاجه مش طبيعيه جوه النادي الاهلي. خلاص احنا اتعودنا النادي الاهلي يفضل بخطوات ثابته في النتائج الايجابيه على طول، لكن اللي حصل في البطوله العربيه طبعا احنا بنعتذر طبعا للكابتن ابراهيم نور الدين، فعلا اللي حصل من اخوه طبعا المفروض يبقى عندهم فن الاداره وعارفين المفروض النتائج دي وارده، اللي انا اخسر او اكسب او في الاول وفي الاخر الكره مكسب وخساره ايا كانت الاخطاء. لكن هنيجي في البطوله العربيه، لا فيها للنادي الاهلي فيها حاجات كتير قوي ايجابيات، يعني اكتر من سلبياتها بالنسبه لنا. انا ماليش ده بالعكس ايجابياتها بالنسبه لي، وانا خسران كنادي اهلي وداخل في بطوله تانية هعمل ايه؟ طبيعي جدا، دي نقطه تانية. انا مش هنا وانا كسبان ممكن اخد البطوله العربيه واطلع من بطوله الكاس وبطوله الكاس، بالعكس. لكن انا لازم اشوف اخطائي، اشوف ايه المراكز اللي انا محتاجه تدعيم فيها. يعني احنا عندنا دلوقتي مشكله قابلتنا في البطوله العربيه، خلينا برضو واضحين، سرد باكين لما سعد سمير طبعا مش تقليلا في محمد نجيب ولا رام ربيع والناس اللي ادت فيها، حتى احمد فتحي لما ادى اخر مباراه هي حاجه غصب عن، لكن برضو ورده للكابتن حسام البدري بيشوف دي من الايجابيات. ما هي دي بطوله عربيه شبه رسميه صحيح، لكن برضو بشوف ايه اللي صالح جمعه هبتدي بيه ولا مش هبتدي بيه، عندي حسام غالي وحسام عاشور، خلي بالك كل ده ورق الكابتن حسام خلاص بقى قدامه عايز يعمل التشكيل المثالي في المباراه، وخاصه دي مباراه كاس. خلاص انا نهيت بطوله عربيه ايا كانت ايجابياتها سلبياتها، لكن انا بقول لك انا بالنسبه لي انا كياسر، لا النقط اللي احنا خدناها في البطوله العربيه نقط ايجابيه كتير قوي، زي ما كابتن ربيع تفضل واتكلم في بعض النقط، انا بقول لك برضو من النقط انا كمدير فني الورق قدامي كتير قوي. صحيح. شوف مين اللعيبه اللي حالتها كويسه البدنيه الفنيه، مين اللي هيقدم في مباراه الكاس، ليه احنا ما ينفعش كمان اللي انت تدخل بطولتين ورا بعض ايا كانت، حتى لو بطوله وديه ونطلع منها ايا كانت النتيجه اي، وبرضو هترجع برضو بطوله العربيه تلاقي التحكيم كان ضد النادي الاهلي، دي نقطه ايجابيه. لما ممكن تقابلني في الكاس ما تقابلني في الكاس اكيد كابتن حسام، النقطه الايجابيه كابتن اللي انت دايما عشان انت النادي الاهلي دايما كبير، انك بالرغم ان انت ما استفدتش من التحكيم بس برضو خرجت وارد وما عملتش اي مشكله، ده النادي الاهلي احنا طول عمرنا واحنا حتى بنطلع من بطولات كتير قوي بالشكل ده وبنقول بس برضو بنقلب الصفحه. عشان كده لعيبه النادي الاهلي المباراه بالنسبه لهم هتلاقيها زي ما انا بقول لك، هتلاقي في حاجات قوي اكتر ناس مستفاده منها هو الجهاز الفني، اكيد استفاد قوي 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 من البطوله العربيه. عشان كده مباراه سموحه هم عارفين اهميات وعارفين الكاس وعارفين، زي ما انت برضه تفضلت واتكلمت قلت ان احنا بقالنا فتره طويله ما خدناش الكاس، احنا كده هتلاقينا احنا على طول هتدخل في بطوله الكاس نقول ما خدناش الكاس من زمان، بطوله الدوري ما ينفعش النادي الاهلي يقعد سنه ما ياخدش الدوري، كل ده احنا ده ضغوط. خلاص لعيبه النادي الاهلي ده قدره اللي او جهاز فني، حتى قبل كده قلت لك كابتن حسام البدري الناس يقول لك تطلع متضايق مشدود، ما هو طبيعي اللي يبقى مشدود طبعا، احنا طلعنا من البطوله العربيه الناس كلها بدات تنتقد. صحيح صحيح، دي مشكله. عشان كده بقول لك انا كمدير فني انا مش عايز اداء، انا عايز نتيجه. الاداء هيجي ولو حتى اداء مش كويس لكن انا مكسب لا هتفرق معايا الثلاثه بونت، هتفرق معايا ان انا اعدي دور من دور. فكل ده ان شاء الله ان المباراه تبقى مباراه بتليق باسم النادي الاهلي وان شاء الله بفريق سموحه. طيب.